بسم الله. وقت
علي الولد بيبي بيبي هنا بروبلم بعدين ترجمة. صلي وسلم صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله صلى الله وسلم عليه. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع يا ربي لا تقطع رجانا.
يقول لا إله إلا الله 100 مرة، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببلغة الأبد عمل أخره ورضا نفسه وزنة عرشه ومنال كلمات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله 100 مرة، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعضات الأبد على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومنال كلمات. اللهم صل عليه وسلم.
إلهي أسألك باسم أعظم وجاه المصطفى أدل علينا يا الله. إلهي أسألك باسم أعظم وجاه المصطفى أدل علينا يا الله. إلهي أسألك باسم أعظم وجاه المصطفى أدل علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتلينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. السلام به في كل أمر يا بغير رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ولد المسلم ومن بالغيب مقتولا مسؤولا يا سلام.
لا إله إلا الله
يا مالك الدين والدنيا والآخرة،
بعضنا بدعة معلوماتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيد الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين إلى يوم الدين آمين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا وانصرنا على من عادانا واجعل ثارنا على من ظلمنا وارنا في العدو ثارنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك ولا يخشاك ولا يتقيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنة فاغفرنا إليك غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم هب لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأحبابنا أبدا وللمسلمين في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أنت أهله واغض لنا كل حاجة في الدارين وارزقنا كمال العافية من كل مرض وذنب وعيب وغفلة وحسرة وندامة ومن شرور الدارين واصرف عنا وعن أحبابنا أبدا كل مؤذي وأذى أبدا سرمدا. اللهم هب لكل منا في كل حين أبدا مثل ما وهبت لكل أحد من الأولين والآخرين من الهدى والهدى والعفاف والعفو والغنى والعلوم النافعة والأعمال الصالحة الخالصة المقبولة والقوة في طاعة الله الظاهرة والباطنة وصحة الجسد والقلب وخيرات الدارين واملأ قلوبنا من الإيمان الصادق والإخلاص والأسرار والأنوار مع كمال المعرفة والمحبة والرضا والصبر والصدق والعافية والتوفيق واليقين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقرأوا الفاتحة ست مرات ست مرات أبدا من شيطان الرجيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين أن الله يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم والمسلمين أجمعين وأن الله يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة ويمن علينا وأحبابنا إلى يوم الدين ببلوغ الأمال ويهب لكل منا في كل حين أبدا مثل ما وهب ولها الكمال في الحال والمال مع كمال الإيمان واليقين والعفو والعافية وكمال بشر الغيثة والفوز مع الرفيق الأعلى من الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا عتاب ولا امتحان ولا حساب مع السابقين السابقين. صالح الجمع الجنة الخير الدنيا والآخرة في خير وعافية المصطفى. سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على الفاتحة. اللهم
وَمِنَ